الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو أنيس من يذكره والمنعم على من يشكره، وكذلك ينعم على من يكفره، ولكن شتانا ما بين الإنعامين. سبحانه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وكفى بالله شهيدا. نبي ما اشتغل إلا بربه، وما عمل إلا لمرضاته، وما توكل إلا عليه، وما وثق إلا بما في يده سبحانه. كان ذاكرا لربه في كل أحواله وعلى كل أحيانه. نعم، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إذا نامت عيوننا فلا تنام قلوبنا عن الله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. سيدي يا رسول الله، نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة وعلمت الأمة وأرشدتها إلى ما فيه صلاحها، وبينت لها طرق الغواية حتى تنحرف عنها وتميل إلى طرق الهداية والرشاد. تركتها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وتسليماته وبركاته عليك وعلى آلك وأصحابك وأتباعك وأحبابك بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا معشر المسلمين أحباب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول المولى سبحانه وتعالى في الآية الأولى من سورة الأنبياء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
اقترب للناس حسابه. نعم نعم، فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول مخبرا عن قرب الساعة: بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار الأسبوعين صلى الله عليه وسلم. والله يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر. وهذا من الآيات الأولى والمعجزات الأولى حين نبئ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد مرت مئات السنين من بعثته إلى يوم الناس هذا، فكيف نقول الآن إذا كانت الآيات قد قالت وهي تنزل غطة طرية على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقترب للناس حسابه وهم في غفلة معرضون، اقترب للساعة وانشق القمر، والرسول يقول: بعثت أنا والساعة كهذه. فماذا نقول الآن؟ رب غافل جاهل معاند يعارض فيقول: لقد قال قرآنكم هذا منذ كذا وكذا، وأين الساعة؟ وأقول له: أيها المسكين، إن أعمار الأمم السابقة كانت طويلة جدا، كان الواحد منهم يعيش أحيانا أكثر من 1000 سنة، عمره أكثر من 1000 سنة. وعندكم سيدنا نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام دعا إلى الله فقط عمره الدعوي 1000 سنة إلا 50، 1000 سنة إلا 50، فكيف بعمره كله الذي عاش؟ نعم أكثر من 1000 سنة بالتأكيد. ولذلك فأعمارنا قليلة مقارنة بالأمم السابقة، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وأخبر أن القليل منهم من يتجاوز ذلك. نعم، ولذلك لا تعجب كثيرا ولا تستغرب أيها المسكين، وعلم الجاهل ممن يعارض دينك وقرآنك ورسولك بأن ما مر من السنين من بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا لا يعد إلا كعمر رجل أو رجلين ممن سبقنا من الأمم. وصدق القرآن، وقد ظهرت علامات الساعة الصغرى والله ورسوله أعلم، ظهرت جميعها تقريبا، وما بقي إلا أن نفاجأ في يوم بظهور علامة ساعة كبرى. ونسأل الله أن يقينا الفتن وأن يتوفانا إليه غير فاتنين ولا مفتونين. أيها الإخوة الأحباب، نعم اقترب للناس حسابهم، والحال أنهم في غفلة معرضون، في غفلة. ما الغفلة؟ الغفلة عدم الانتباه إلى ما ينبغي، والتجاهل والتناسي، والجاهل غافل والغافل مفرط. والناس إلا من رحم ربي في غفلة، حتى المسلمون منهم إلا من رحم الله، قد أصبحوا وأضحوا وأمسوا وماتوا مقبلين على الدنيا معرضين عن الآخرة، توسعوا في كثير من المباحات، وارتكب كثير منهم كثيرا من المحرمات والموبقات، ويكتفي البعض ببعض المظاهر الدينية فقط كالصلاة مثلا أو الحج أو العمر، ويقول لك أنا أصلي. وبعضهم يقول: أنا لا أصلي لأن المصلين كذابون وغشاشون، أنا أفضل منهم وقلبي أنظف منه. طيب يا أخي،
صلي ولا تغش وستكون أفضل وأفضل. صم ولا تغش. كل الحلال واترك الحرام. اعبد ربك. حكمه سبحانه في كل شؤونك الظاهرة والباطنة. وأدي ما افترض عليك وبالطبع ستكون أفضل من الذي يصلي ويغش أو يصلي ويأكل الحرام أو الربا. لكن هذه من وحي الشيطان، هذه الخيالات والتصورات من وحي الشيطان. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. جاء في بعض الأحاديث وإن كان فيه ضعف إلا أن الضعيف يؤخذ به في باب الترغيب والترهيب، كما قال كثير من أهل العلم. يأتي على الناس زمان همتهم بطونهم وقبلتهم نساؤهم وشرفهم متاعهم ودينهم دنانيرهم ودراهمهم. أولئك شرار الخلق عند الله لا خلاق لهم. أو أولئك شرار الخلق لا خلاق لهم عند الله. أيها الإخوة الأحباب، الدنيا تطحن من يستجيب لها وتدوسه بأقدامها إذا استسلم لها. يروى في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الصبح ذات يوم، وكان قد وصله خير كثير ومال من البحرين من زكاتهم وما افترض الله عليهم. فعلم الصحابة بذلك فتعرضوا لرسول الله. وما الصحابة يومئذ إلا قوم فقراء لا يصبو أحدهم إلا إلى سقف من الجريد يؤوي، وإلى بعض الطعام يقيم أولا قليل. يعني ما كانش يطمع في سيارة أحدث موديل ولا في قصر فاخر ولا في كذا ولا يعني يقضي الشتاء هنا والصيف هناك أبدا. يطمعون في القليل، في قوت اليوم، وليس قوتا واسعا أو ضخما. فلهم الحق أن يتعرضوا لرسول الله حينما سمعوا أن الله قد أرسل إليه خيرا. فابتسم صلى الله عليه وسلم في وجوههم، ويعلم طبيب نفوس، وقال لهم لعلكم سمعتم أن أبا عبيدة جاء بخير من البحر. قالوا نعم يا رسول الله، ما احنا أوفين لك عشان كده، عاوزين ناخد حاجة، منتظرين. فقال لهم صلى الله عليه وسلم أبشروا بما يسركم وأملوا خيرا. اطمئنوا يعني سأعطيكم. ولكن قال لهم موعظة، وانظر إلى موعظة رسول الله البليغ. قال ما الفقر أخشى عليكم، لا تخافوا الفقر، سيصيبكم غنى كثير وسيفتح الله لكم البلاد. ما الفقر أخشى عليكم. إذن فماذا تخافوا يا رسول الله؟ قال ولكني أخشى عليكم الدنيا، أن تتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يا الله يا الله، تأملوا هذا الحديث جيدا. الدنيا جيد، والحصول على المال سهل، والحصول على الدنيا سهل، ولكن أهم شيء أن يكون عن طريق الحلال، وأن تؤدي شكر النعمة، وألا تستخدمها في معصية المنعم، وألا تنسيك الآخرة، وألا تصيبك بالغفلة. وحينئذ لم يلتفت إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال الله له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كن مع الصالحين الذين يذكرون الله بكرة وعشية وفي كل أحيانهم وأحوالهم حتى تنعم
بنظر رسول الله إليك في الآخرة. أيها الإخوة الأحباب، الدنيا تطحن والله، وطحنها مرير لا تبكي ولا تذر. رآها سيدنا المسيح عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام ذات يوم في صورة امرأة عجوز، فقال لها: يا دنيا. قالت: نعم. قال: كم تزوجت؟ قالت: لا يحصون كثرة، عدد كبير جدا. قال: هل ماتوا عنك أم طلقوك؟ قالت: لا، ولكني قتلتهم وأفنيتهم، قتلتهم وأفنيتهم. فقال لها: عجبا من دواهيك، صنعك بأحبابك، ومع ذلك يقبلون عليك ويعرضون عن الآخرة ويشتغلون بك وينسون ربهم. أيها الإخوة الأحباب، سأل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنه الحسن رضي الله عن آل بيت رسول الله أجمعين، قال: يا حسن، يا بني، ما الغفلة؟ يسأل سؤال المعلم، ما الغفلة؟ اختصر الحسن الغفلة في كلمتين اثنتين ليتنا نتأملهما طويلا. قال: الغفلة ترك المسجد وطاعة المفسد. احفظوا، ترك المسجد وطاعة المفسد. ترك المسجد يعني ايه؟ يعني نجلس في المسجد ليل ونهار؟ لا، ترك المسجد كناية عن ترك الصلاة وذكر الله والقرآن وما يقرب من الله. نعم، وتعمير بيوت الله والسهر على خدمتها ورعايتها إلى آخر كل ذلك. وطاعة المفسد أيضا من أسباب الغفلة، وكثير ممن يطيعون المفسدين في هذا الزمان، نسأل الله العافية. أيها الإخوة الأحباب، الغافل مفرط، إياك أن تكون من المفرطين حتى لا تخسر الدنيا فستطلقك أو تقتلك أو تفنيك، وساعتها تقبل على الآخرة بلا عمل، بلا عمل، وتندب حظك ولا ينفع الندم بعد فوات الأوان. أيها الإخوة، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كان ذاكرا لربه في كل أحواله وعلى كل أحيانه. نعم، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إذا نامت عيوننا فلا تنام قلوبنا عن الله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: سيدي يا رسول الله، نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة وعلمت الأمة وأرشدتها إلى ما فيه صلاحها، وبينت لها طرق الغواية حتى تنحرف عنها وتميل إلى طرق الهداية والرشاد. تركتها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وتسليماته وبركاته عليك وعلى آلك وأصحابك وأتباعك وأحبابك بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا معشر المسلمين، أحباب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول المولى سبحانه وتعالى في الآية الأولى من سورة الأنبياء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: اقترب للناس
حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم. نعم فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول مخبرا عن قرب الساعة: بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعين صلى الله عليه وسلم. والله يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر. وهذا من الآيات الأولى والمعجزات الأولى حين نبئ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد مرت مئات السنين من بعثته إلى يوم الناس هذا، فكيف نقول الآن؟ إذا كانت الآيات قد قالت وهي تنزل غطة طرية على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اقترب للساعة وانشق القمر، والرسول يقول: بعثت أنا والساعة كهذه. فماذا نقول الآن؟ رب غافل جاهل معاند يعارض فيقول: لقد قال قرآنكم هذا منذ كذا وكذا، وأين الساعة؟ وأقول له: أيها المسكين، إن أعمار الأمم السابقة كانت طويلة جدا، كان الواحد منهم يعيش أحيانا أكثر من 1000 سنة، عمره أكثر من 1000 سنة، وعندكم سيدنا نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام دعا إلى الله فقط عمره الدعوي 1000 سنة إلا 50، 1000 سنة إلا 50، فكيف بعمره كله الذي عاش؟ نعم أكثر من 1000 سنة بالتأكيد. ولذلك فأعمارنا قليلة مقارنة بالأمم السابقة، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وأخبر أن القليل منهم من يتجاوز ذلك. نعم ولذلك لا تعجب كثيرا ولا تستغرب أيها المسكين، وعلم الجاهل ممن يعارض دينك وقرآنك ورسولك بأن ما مر من السنين من بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا لا يعد إلا كعمر رجل أو رجلين ممن سبقنا من الأمة. وصدق القرآن، وقد ظهرت علامات الساعة الصغرى والله ورسوله أعلم، ظهرت جميعها تقريبا، وما بقي إلا أن نفاجأ في يوم بظهور علامة ساعة كبرى. ونسأل الله أن يقينا الفتن وأن يتوفانا إليه غير فاتنين ولا مفتونين. أيها الإخوة الأحباب، نعم اقترب للناس حسابهم، والحال أنهم في غفلة معرضون. في غفلة، ما الغفلة؟ الغفلة عدم الانتباه إلى ما ينبغي، والتجاهل والتناسي، والجاهل غافل والغافل مفرط، والناس إلا من رحم ربي في غفلة، حتى المسلمون منهم إلا من رحم الله قد أصبحوا وأضحوا وأمسوا وماتوا مقبلين على الدنيا معرضين عن الآخرة، توسعوا في كثير من المباحات، وارتكب كثير منهم كثيرا من المحرمات والموبقات، ويكتفي البعض ببعض المظاهر الدينية فقط كالصلاة مثلا أو الحج أو العمرة،
ويقول لك أنا أصلي. وبعضهم يقول أنا لا أصلي لأن المصلين كذابون وغشاشون، أنا أفضل منهم وقلبي أنظف منهم. طيب يا أخي صلي ولا تغش وستكون أفضل وأفضل. صم ولا تغش، كل الحلال واترك الحرام، اعبد ربك، حكمه سبحانه في كل شؤونك الظاهرة والباطنة، وأدي ما افترض عليك، وبالطبع ستكون أفضل من الذي يصلي ويغش أو يصلي ويأكل الحرام أو الربا. لكن هذه من وحي الشيطان، هذه الخيالات والتصورات من وحي الشيطان. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، جاء في بعض الأحاديث وإن كان فيه ضعف، إلا أن الضعيف يؤخذ به في باب الترغيب والترهيب، كما قال كثير من أهل العلم: يأتي على الناس زمان همتهم بطونهم وقبلتهم نساؤهم وشرفهم متاعهم ودينهم دنانيرهم ودراهمهم، أولئك شرار الخلق عند الله لا خلاق لهم، أو أولئك شرار الخلق لا خلاق لهم عند الله. أيها الإخوة الأحباب، الدنيا تطحن من يستجيب لها وتدوسه بأقدامها إذا استسلم لها. يروى في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الصبح ذات يوم، وكان قد وصله خير كثير ومال من البحرين من زكاتهم وما افترض الله عليه، فعلم الصحابة بذلك فتعرضوا لرسول الله. وما الصحابة يومئذ إلا قوم فقراء لا يصبو أحدهم إلا إلى سقف من الجريد يؤوي، وإلى بعض الطعام يقيم أوده قليل، يعني ما كانش يطمع في سيارة أحدث موديل ولا في قصر فاخر ولا في كذا ولا يعني يقضي الشتاء هنا والصيف هناك، أبدا، يطمعون في القليل، في قوت اليوم، وليس قوتا واسعا أو ضخما. فلهم الحق أن يتعرضوا لرسول الله حينما سمعوا أن الله قد أرسل إليه خيرا. فابتسم صلى الله عليه وسلم في وجوههم، ويعلم طبيب نفوس، وقال لهم: لعلكم سمعتم أن أبا عبيدة جاء بخير من البحر. قالوا: نعم يا رسول الله، احنا واقفين لك عشان كده، عاوزين ناخد حاجة، منتظرين. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أبشروا بما يسركم وأملوا خيرا. اطمئنوا، يعني سأعطيكم سأعطيكم. ولكن قال لهم موعظة، وانظر إلى موعظة رسول الله البليغ، قال: ما الفقر أخشى عليكم، لا تخافوا الفقر، سيصيبكم غنى كثير وسيفتح الله لكم البلاد. ما الفقر أخشى عليكم، إذن فماذا تخاف يا رسول الله؟ قال: ولكني أخشى عليكم الدنيا، أن تتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يا الله يا الله، تأملوا هذا الحديث جيدا. الدنيا جيدة، والحصول على المال سهل، والحصول على الدنيا سهل، ولكن أهم شيء أن يكون عن طريق الحلال، وأن تؤدي شكر النعمة، وأن لا تستخدمها في معصية المنعم، وأن لا تنسيك الآخرة، وأن لا تصيبك بالغفلة. وحينئذ لن يلتفت إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال الله له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان
الصالحين الذين يذكرون الله بكرة وعشية وفي كل أحيانهم وأحوالهم حتى تنعم بنظر رسول الله إليك في الآخرة. أيها الإخوة الأحباب، الدنيا تطحن والله وطحنها مرير لا تبكي ولا تذر. رآها سيدنا المسيح عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام ذات يوم في صورة امرأة عجوز، فقال لها: يا دنيا. قالت: نعم. قال: كم تزوجت؟ قالت: لا يحصون كثرة، عدد كبير جدا. قال: هل ماتوا عنك أم طلقوك؟ قالت: لا، ولكني قتلتهم وأفنيتهم، قتلتهم وأفنيتهم. فقال لها: عجبا من دواهيك، صنعك بأحبابك ومع ذلك يقبلون عليك ويعرضون عن الآخرة ويشتغلون بك وينسون ربهم. أيها الإخوة الأحباب، سأل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنه الحسن رضي الله عن آل بيت رسول الله أجمعين، قال: يا حسن، يا بني، ما الغفلة؟ يسأل سؤال المعلم، ما الغفلة؟ اختصر الحسن الغفلة في كلمتين اثنتين ليتنا نتأملهما طويلا. قال: الغفلة ترك المسجد وطاعة المفسد. احفظوا، ترك المسجد وطاعة المفسد. ترك المسجد يعني ايه؟ يعني نجلس في المسجد ليل ونهار؟ لا، ترك المسجد كناية عن ترك الصلاة وذكر الله والقرآن وما يقرب من الله، نعم، وتعمير بيوت الله والسهر على خدمتها ورعايتها إلى آخر كل ذلك. وطاعة المفسد أيضا من أسباب الغفلة، وكثير ممن يطيعون المفسدين في هذا الزمان، نسأل الله العافية. أيها الإخوة الأحباب، الغافل مفرط، إياك أن تكون من المفرطين حتى لا تخسر الدنيا فستطلقك أو تقتلك أو تفنيك، وساعتها تقبل على الآخرة بلا عمل، بلا عمل، وتندب حظك ولا ينفع الندم بعد فوات الأوان. أيها الإخوة، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين، صلى اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم شيوخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام الأحبة، نعم، الإقبال على الله فرض، والإعراض عنه يأتي بالضحك. فقد قال مولانا في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. في الدنيا حتى ولو ملك الدنيا كلها لكنه بعيد عن الله، غافل عن ذكره، فلن يشعر براحة ولا أمن، ولن يقر له قرار، وإن بدا للناس أنه مستريح هانئ سعيد، أبدا في قرارة نفسه ليس إلا عبدا شقيا. نسأل الله أن يصرف عنا الشقاوة وأسبابها. أيها الإخوة الأحباب، وفي الآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. اسمع، قال كذلك: أتتك آياتنا فنسيتها، تغافلت عنها، تجاهلتها، أهملتها، وكذلك اليوم تنسى. اقبلوا على الله، اعملوا على ما يزيد إيمانكم،
اعملوا على ما يقربكم منه سبحانه، أكثروا من ذكره. وبالمناسبة هذا شهر رجب مضى تقريبا أسبوع منه أو أقل قليلا، ورجب هذا يعد شهر بذر الحب. رجب شهر بذر الحب، بداية المشروع والإنفاق عليه. وشعبان شهر الري، ورمضان شهر الحصاد. فمن بذر الحب في رجب ورواه في شعبان حصل الأجر والثواب والعتق من النار في رمضان. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم لا تنزع عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك، ولا تؤمنا مكرك، ولا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تتركنا في غفلة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان، وبارك لنا فيما بقي من رجب وشعبان. اللهم أحسن ختامنا وعاقبتنا، واجعل عاقبتنا إلى خير، واختم لنا بخير، واغفر لنا ما مضى واعصمنا فيما بقي. انصر ديننا وكتابنا وسنة نبينا وعبادك الصالحين، كل المستضعفين في الأرض مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. ارفع البأس ووطأة الطواغيت عن إخواننا في سوريا كلها، وخاصة في دمشق والغوطة. اللهم ارفع البأس عن المسلمين في الأرض كلها، ووحد صفهم واجمع شملهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وانتقم لهم ممن ظلمهم. اللهم حقق رجاءنا واعطنا سلنا. اللهم عاملنا بما انت اهله، ولا تعاملنا بما نحن اهله، فانت اهل التقوى واهل المغفره. امين. ايها الاخوه الاحباب، اكثروا من الصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد، وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاه.